هاي، الكلمة دي اسمها حط. حط ايه يا بنتي؟ حط اسمها حاط. حاط، لا حط. وكمان الكلمة دي اسمها جوب. جوب، حط. اسمعي بس مني كده، قولي ورايا. حاط جاب، حاط جاب. بس في انتي وهي كده بطلوا خناق. هاي everybody، هاو ار يو؟ يا رب تكونوا بخير. عندي مشكله فظيعه النهارده، عمالين يتخانقوا، فقلت اما اجي احل المشكله دي معاكوا هنا. النهارده عايزين نعرف هي الكلمه دي اسمها حط ولا هات؟ طب ودي اسمها جوب ولا جاب؟ اقول لكم على مفاجاه، الاتنين صح. الفكره كلها في ان انا عندي حاجه اسمها بريتش اكسنت وحاجه اسمها امريكان اكسنت. بريتش اكسنت هي اللهجه البريطانيه، اما الامريكان اكسنت هي اللهجه الامريكيه، وهو ده اللي بيعمل الخلاف ما بين الكلام ده هنا والكلام هنا. لكن في الحقيقه ان اللاتر او هو اللي عامل المشكله دي كلها. لاتر او في البريتش اكسنت هو بيتضم كده وبيبقى اه. بيجوا الامريكان بقى يقولوا لنا لا، ما احنا لازم نختلف. فالامريكان بينطقوا اه اه، وخلي بالنا ان هي مش اه اه ده الشورت اي، لكن اه هي صوت الاو. فبكده بتكون عندي الكلمه دي بالبريتش اكسنت اسمها هوت، اما بالامريكان اسمها هات. ودي بالبريتش تبقى جوب، اما بالامريكان اكسنت اسمها جاب. طيب هديك 3 ثواني في الكلمة اللي جاية دي، وهتنطقها لي بريتش وهتنطقها لي امريكان، وهتقولوا لي اذا كنتوا نطقتوها صح ولا لا في الكومنتس. ها 1 2 3. الكلمة دي بالبريتش اكسنت اسمها ستوب. ستوب، اما بالامريكان اكسنت اسمها ستوب. ستوب، حتى الكلمة دي رغم انها كلمة امريكان، لكن بالبريتش اكسنت اسمها دولا. دولا، وخلي بالك انا ما نطقتش الار في الاخر، وهعرفك في فيديو جاي ان شاء الله حرف الار في البريتش والامريكان. اما في الكلمه دي، اما الكلمه دي بتتنطق بقى بالامريكان اكسنت دولار. دولار، وبكده نكون حلينا المشكله ما بين البريتش اكسنت والامريكان اكسنت. ويا ريت بقى تبطلوا خناق انت وهي فيا هوت ولا هات، لان الاثنين صح. يلا، ثانك يو، جود باي.